والله اول كلمه نقولها ديما الحمد لله، الحمد لله 3 بوان جاوا في وقتهم، جاوا في صالحنا، وعلى الاخر خلونا نخدموا في الرياحيه. عندنا روتور مش سهل، الاولاد اليوم ما قصروش، ورغم الماتشوات 4-1 فما رزان صحيح، ما حاطين اوبجيكتيف واحد اللي هو من غير تعب ما يجي حد شيء، والحمد لله اليوم 3 بوان ينسيونا في التعب ويخلونا نخدموا مرتاحين. والله جماهير ونجم رياضي الساحلي مش مقصرين معانا، وصحيح من القرية اليوم قشين علينا وفماش فرحة قاعدة تدور في سوسة، ما شاء الله اليوم فرحناهم. والحاجة الوحيدة اللي قادرين نفرحوا فيها الجمهور توا اللي هو نخدم على رواحنا، وكل ماتش بدمه، كل ماتش 3 بوان، كل ماتش معناها فما أداء وروح، ونقدروا الشعار اللي لابسينه والتريكو اللي لابسينه.